من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لما أنشر مثل هذه السنة كل من عملها يكون لي مثل أجر.